يعني كأنهم منه، وهم تجمعات بشرية لا يعرفون منين جو ولا تاريخ لهم. يدخلون أحيانا يقول تاريخنا هو تاريخكم. تاريخنا حنا تاريخ الصحراء والخيمة والجبل، هل تشتركون معنا بهذا التاريخ؟ هل هذا تاريخكم؟ حنا الجبل والخيمة. هم يجي يجون العالم ان ندخل معكم، انتم من انتم؟ هذه السعودية شعب من الاف السنين، وهذه القبائل هذه ارضها، هذا ارضنا، هذا نخلنا، هذه مواقعنا. منهم من هجرات عربية خرجت من هنا الى هذه الدول المحيطة، ولكن ليس لها تأثير. بالعكس يعني حتى اشكالهم وكذا تلقونهم مهمشين في هذه في دول المحيط، ليس لديهم قوة، وانخلطوا معهم في احيانا في حملاتهم ضدنا، لانهم قالوا هذه بلادهم اللي عاشوا فيها، يعني خلاص انسلخوا من تاريخهم. فاحنا وانا شخصيا اوجه لهذول اللي مخلوطين بخلاط من لينكس، ابعدوا عنا. لما قلت انه المصريين مش عرب بل هم كمتيين او فراعنه، الكثير من المصريين تضايقوا مني وهجموا علي وقالوا لي لا احنا عرب ومنفتخر بهذا الاشي. حبيبي لشو بدك تفتخر بالعرب؟ روح افتخر بحضارتك، روح اعرف تاريخك واقراه وافتخر فيه. فماضيكم وتاريخكم وحضارتكم من اعظم الحضارات اللي مرت بتاريخ الانسانيه، فتاريخكم ايها المصريين ضارب في القدم وبرجع لاكثر من 7000 سنه، ومنجزاتكم الحضارية يعجز حتى العلم الحديث بأدوات المتطورة أن يفسرها. فأجدادكم هم من جعلونا نعرف معنى الطب وكيف نعالج مرضانا، وأجدادكم هم من استطاعوا أن يحفظوا جثث موتاهم كما هي من آلاف السنوات إلى اليوم، وأجدادكم هم من علمونا أن السنة 365 يوم واليوم 24 ساعة، وأجدادكم هم من علمونا الهندسة والرياضيات من جمع وطرح وضرب وقسمة، وأجدادكم هم من طوروا الكتابة، وأجدادكم هم بنات أبو الهول والأهرامات، واللي العلم ما زال لحتى اللحظة بضرب أخماس بأسداس عندما يبحث في طريقة بنائها. فأنت كمصري عندك حضارة وتاريخ بهذا الجبروت، وعندك أجداد بهذه العظمة، وعندك ماضي بهذه المفخرة، جاي تقول لي لا أنا مش مصري أنا عربي؟ فأنا بصراحة مش عارف إنه كيف واحد مصري محسوب على المصريين وبتنكر من تاريخ مثل هذا، بل وبنسب حاله لحضارة أخرى. يا أخي هم مصر بدرسوكوا تاريخ ولا كيف؟ فعمركوا سمعتوا إمين الموحد، توت عنخ آمون، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، حتشبسوت، إخناتون؟ يا أسفي بس على أمة تملك تاريخ مثل هذا وتتبرأ منه لحساب تاريخها.